خلينا نعرف تقييمكم للعمل التطوعي سواء في الكويت، يعني أكيد من طبيعة عملكم عندكم هذه القدرة على التقييم. 100%. تفضل. يعني كل ما نروح مكان سبحان الله الكويت معروف عنها بشيئين، الشيء الأول إن النفط، الشيء الثاني العمل الخيري، وهو طاغي على معلومة النفط. يعني كل ما نروح مكان نلقى في أثر للكويت في عمل خيري، سواء حفر آبار أو بناء مساجد، حتى بالصين عارفين عن الكويت إن هي مشهورة بالعمل الخيري. حتى كثير من البوستات أنا تفاجأت منها إنهم مترجمين مقاطع لأعمال خيرية موجودة بالكويت باللغة الصينية وناشرينها بين الناس. فهي صغيرة بحجمها لكن كبيرة بعطائها. حضرتك مواليد الكويت؟ لا. شلون تعلمت اللهجة الكويتية؟ المدارس الكويتية مع البنات. شوية أهلا وسهلا.